شتانه تو يوم انك تقول السالفه اتذكر والله ثم والله العظيم انه من اقرب اخوياي لي، يعني قريب الشخص اعرفه، ما هو والله العظيم ثم والله يا رجل انه وحيد مو ابو، انهم ما هم مقصرين عليه. ابوه ما شاء الله مغتني، امه مغتنيه، بيتهم من افخم البيوت في الحي. هذا بيحط كبودهم بيديهم. ها بيحط ها ها هذه نظرتك؟ اي ايش دراك؟ ايش حسيت فيه؟ ليه حسيت؟ ليه؟ من البطره. من البطره؟ اقسم بالله اقسم بالله انه ينزل كل ما جابوا له سياره وكاله، حاس والديها حوس. قول لي ما جت جاهزه يا شيخ، اشغلت اهلنا تراك. طيب اوكي رضيت الحين. احبك يقول لو انها جايتها بتعب. ايوه اسمعني بكلم. ايه والله يا رجيب اني حاولت فيه يتوظف، حاولت فيه ما يقدر يستمر في الوظيفه يوم. خلاص انا عندي امي وابوي الله مغنيهم، اروح اشتغل ليش؟ ليه ما يدفعوا لي؟ ليه ما وهم والله لو يبغى مستشفى فيه بلا ولا فيه شيء انهم يجيبونها له في البيت. هذا غلط. ممرضته ودكتوره ومدرسه كل شيء في البيت. هذا غلط. فل اوبشن يا عيال، ما عرفوا الحياه رفاهيه من الصفر الى اعلى مستويات الرفاهيه. ايش تبغى انا اجيب لك؟ مخالفاتك تتسدد، ما ادري تدخل مرور، تدخل شرطه، تنسجن، تندفع. اللي وراك يندفع. غلط. ويزعلون ان ولدهم ما هو بار، يزعلون يقلبون الدنيا ان ولدهم ما هو بار فيهم. انا احمد الله سبحانه وتعالى اني عشت في فتره من فترات عمري ضيقه شوي، احمد الله عليها. هذا اللي طلعك. كنت اتالم وابكي وصيح، لكن قسما بالله العظيم اني احمد الله عليها، لاني بدونها ما كنت صرت الان اللي جالس قدامكم ذا. ما اشوف نفسي وصلت مرحله الكمال، لكن وصلت مرحله العقلانيه اللي اعرف. يا مهند فيه ناس من كثر الدلع انا اقول ما انت بقادر تخليه يروح في رحله مع اثنين. ما هو برافع الراس كل ما دخله على مجموعه ريجيل وفيه كلام وفيه الا واحد انحاكته الدنيا حك. فيه سطاوه، انا ما اقول لك فيه سطاوه الولد، فيه سطاوه ما هي طبيعيه، لكن على لا مبالاه كبيره. هذا غلط، التربيه دي غلط. كبيرة. طيب لو انهم اغنياء وباخلين عليه مره غلط بعد. لكن أيوة. انا ما اوفر لك انا هذا الكلام اللي كنت بقوله. أيه؟ انا اعرف انا اجلس معهم يا فهد، اقسم بالله اجلس معه اقول له من المرحله اللي وصلت لها عشان ابغى اقنعه، اقول له اللي هنا الاول اللي جلست انا وياك، اقول له تعال. طيب اقول له ايش يا فهد؟ اقول له بعض الاحيان بس ابيه يحس بالنعمه اللي عندي. اقول له انا اتمنى اب زي ابوك وام زي امك، وانت مسوي معهم زي كذا. امي وابي ما هم مقصرين، بس ابغى احسسه بذا. قال والله ثم والله لو انهم عندك لتعافى الدنيا. هو اوكي ترى ممكن على صح، وصل لمرحله العقوق بشكل عظيم مع انه كل شيء متوفر له. يا اخي شوف الوسطيه، الدلاله ازاي. انا اشوف الشده او الوسطيه ممتازه. ايه بس بعض الشده خطا. لا حد الشده في الدين خطأ. انا اعرف لك واحد الشده، اعرف لك واحد. ايه لو يقول ابي برج ما ادري وش هو يحط عندي هنا في الحوش، جابوه من كثر ما عندهم ما شاء الله تبارك الرحمن. تمام. ايه يجيني يقول والله يا ابو حسن انك انت افضل مني بكثير، يعني الوضع اللي انت عايش فيه. ليه؟ من بخل ابوه. بخيل. طيب ولده وش طالع؟ من عدم. هي من عدم. ليه؟ هذا غلط. يعني لا تفك ولا تمسك. يا اخي نفس الفكرة. اعرف شخص انا اعطيته سيارة، اعطيته سيارة وخربها، بعطيه اللي بعدها خربها. يعني ادري انه متعمد وانه لا مبالاة. ليش اعطيه؟ ابى اسحب عليه مرة واحدة، لكن ادري انه شخص يحافظ على الشيء ورجال. والله العظيم ما خليه يحتاج. اجل يقول لي يا ابو حسن انت، والله انه يجيني احيانا يقول اعطني سيارتك. اقسم بالله جاب لي ابوي سيارة بعد عنا وتعب، جاب لي سيارة ب 15,000 صني 2014 مستخدم وغارق في سيل ومعدله. ذا جاب لي والله العظيم من 2016 يمكن والسياره معي الى يومك ذا، اني معتني فيها ومهتم. هي اللي توديني ما جت كله في وقت حال. هي اللي توديني وتجيبني، عزتني بمكيف
لا مسجل ولا ذا، لكن عزتني توديني وتجيبني أنا راضي. أسلم، أنا أعرف شخص نفسي يقول، نفسي يقول أبو حسن إنسان مقتدر ما شاء الله تبارك الله، بس اتخذ إجراء جدا جميل. أنا أعطيك بس مو بزيادة ولا أحرمك بزيادة، أنا ماشي معك وسط. صح إنه ما شاء الله مع تبارك الله مع فلوس ومع إمكانية يجيب الولد أطلق سيارة، بس اشتغل على نفسك. طيب أنت كده خربة. أنا 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 هذا كله اللي تشوفه ما جبته بسهولة. أكيد. أنا أبغى أحسسك إنه اللي معي سهل، عشان تحس بمتعة اللي بطعم اللي أنت عايش فيه. صح. أنا لما أقول يا مهند خذ هذه، يلا خذ هذه 20 21، وأنت ما طلبت سيارة، في كلها طعم عندك، كلها محافظة لها وجتني. تدري إنهم عشان يرضى ويرجع البيت. أمه تدق عليه تقول مشينا تعال بس وامشي المعرض اللي تبغاه، اختار السيارة اللي تبغاها، بس تعال ارجع البيت. أنا أشوف أن الشدة الزايدة زي خويك هذا أو الشخص اللي تتعرفه اللي أبوه مرة بخيل معاه وما يدفع له وصار إنسان سيء، أنا أشوف أنه أي شخص يعيش في بيئة سيئة أو يصير سيء هذا شخص محاسب، صار بس يخرب. حرام يا رجال، والله انه صار بس يخرب. انا اشوف حتى اشوف انه ما في اي شخص معذور. ما انت معذور يا اخي، قارن نفسك بالرجال وقارن نفسك باللي يشتغلون برا وقارن ذا، بتلاقي نفسك اقل منهم، فانت روح اشتغل وصير زيهم. لا بس ايضا غلط غلط يا اخي غلط اني انا انسان مقتدر بكل ما تعنيه الكلمه وولدي ماكل تراب. يا هلا وسهلا. هذا غلط. ايه السلام. غلط. هنا تجي الوسطية. أنا بوقفك على رجلك وبشوف أنت رجال تستاهل ولا لا. ولا لا أنت رجال تستاهل، والله يا كل ما شفتك جيت بتطيح إن قومك. ولدك حسن الله يحفظ لك وطول بعمره. آمين. بالله عليك بكل صدق. إيه؟ أنت كيف بتتعامل معه لدخل الثانوي؟ قال لك جاء أبي سيارة، ما أبي أتوظف، كيف تتعامل معه؟ أنا حط قاعدة في رأسي، شيء أنا كنت ودي إني أسويه اللي هي الدراسة، ودي إني كان أدرس 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 أدرس، بس إني الزمان ما خلاني. طيب توفى أبوي وأنا في الثانوي وفصلت. الله يرحمه. حاولت أرجع. آمين. وفصلت حاولت أرجع ما قدرت، يعني ما قدرت، يا دراسة حدا أمرين، يا دراسة يا دنيا، ما يمديك بينهم، ما يمديك تكون بالنص، مستحيل. صح. طيب قلت على الدنيا أشل أهلي وأشل الحلال، فأنا ودي اني امشي حسن على الدراسه، ما دمت استطيع اخليه يدرس يدرس، اشيل فكره البداوه من راسه اللي هي اطرد ورا الناقه سو كذا، هذه اشلها من راسه. اي علوم المراجل اعلمه بعلوم المراجل. لا طرد ورا البل انا ما لقيت منها فايده. اي بس اقول لك يعني في شيء دايم وفي شيء مو دايم. الدراسه لو معك شهاده ما انت بقادر تدرس وتطرد البل. ما تقدر ما تقدر. بس انا اقول لك الشهاده ممكن تنفعك طول عمرك. ما تقدر تعارض بعضها ذا الدرجه. البل تبي رجال عصب الراسه عندها دايم. ابو حسن اهنيك على التفكير والله. نعم. الامرين، الامر الاول احنا في مرحله جديده مش مرحله قديمه. الشيء الثاني حتى لو احنا في المرحله القديمه اعجبتني، انا كنت في وقت قديم اعجبتني كلمه منك ومتحسف. ايه اعجبتني كلمه منك حلوه جميله، أشياء اللي أنا ما قدرت أسويها بخلي ولدي يسويها. يا سلام. هذه أصفق لك عليها. يعني مو أنا صار لي شيء وهو بالغصب إجباري. خلك تعال يا سلطان. والله إني مستأنس على الكلام اللي زي كذا. يعني شيء صار لي أنا من هنا إلى الآن أكل إيدي، ودي إني دارس ودارس ودارس، مع إني أنا كنت دافور. إيه. بس أغلب فكري خلاص ما البل تغلبت على نص المخ لين ما عاد شفت الدراسة. أقول لك شغلة أبو حسن، لا قطع نظرتكم علشان دخلت عليكم. طب لا تعال هنا، هادي اخوي اللي اكبر مني اللي قابلته ترى دافور دافور، لكن يوم توفى ابوي قمت اكلم فلان واكلم فلان واكلم فلان. وين رايح؟ بس كويس. هادي كان دافور، بس ان الحياه غصبتنا. ايه غصب ان حنا واحد يمسك الحلال والثاني يدرس، الثاني توظف عشان تشيلون البيت. عشان نشيل البيت. تعسكر، هادي ترك الدراسه وتعسكر وانا الحلال. ما في والله انه يكمل الثانوي وهو في في الدوامه. خلاص الظروف غصب. الظروف يدريك انه في دورته العسكريه وانا عند البل، ولا معنى الا موتر واحد. يوم جا ذيك المره قلت والله انت اخذه تروح عليه،
يا قلت والله انت اخذه ويروح عليه يوم قد في نص الطريق ويصدم ويروح الموتر تشليح وانه غدته بدون موتر واجل سنوية بدون موتر ايه مع ذلك الحياة مستمرة لازم مشينا الحياة مشيناها دفناها الين ما شاء الله شرى له سيارة شريت لي سيارة يا سلام ايه زودت الحلال لكني اقتنعت انا كم لي وانا مع البن يعني ولدك حشل شفته لف يمين بس كلامها ترى لو شفت ولدك حشل لف يمين ولا يسار معناته ان انت بتشد عليه انه يرجع للدراسة نعم غصب غصبا عليه غصب هي الدنيا اذا انت مشيتها كذا من البداية بيمشي يقعد ماشي لكن طيب انفكيته وعسى جيمين وجيتي بترده للطريق ذا صعب مستحيل صعب مستحيل اي لذلك خليك من البداية كذا انا اقول بطرده في الدراسة هلين طب دقيقة أنا بدخلك في الموضوع بس بطريقة ثانية حنا بدينا الموضوع كيف هل سلطان العنزي عانى في حياته في بدايتها لين وصلت للي جالس قدامنا ذا ايه أنا عانيت عطنا قصة بسيطة باختصار سلطان طق 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 من المتوسط طالع طيب قبل المتوسط في كلمة عجبتني بس ممكن أبو حسن فسرها مش التفسير الصحيح أبو حسن قال أنا مشيت دف وندف بالعكس اللي قاعد سواه أبو حسن لما وصل هنا هذه تعتبر قصة نجاح والنجاح الأكبر أنه تعلم شيء أنه ولدي إذا كبر أبغى أوجهه بالدراسة لأني أنا ما استفدت منها ما ما ما, ما هذه تعتبر قصة لو أني طالع على دلع لو أني طالع على دلع ما قدرت أكمل يعني من يوم توفى أبوي كم بقول أنا تعبت أنا ما عاد أقدر أنا لازم أن أبوي عندي صح شيك تضحك أنا أشوفك دلو قوم كم الأسلوب لا كلامك جميل محمد بأمانة كلامك جدا جميل جدا يا أخي يكون الوضع رسمي شوي سلطان تكفى تكفى اسمعني جاوبني ترى الوقت معنا وقت خلنا نسولف عاد الهداوة ايش فيك مسجل لا تحس انه راح يركضنا عادي ما يقدر يكون جدي 10 دقائق لا 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 صادق انا ودي اعرف قصة سلطان انا بعطيك قصتي بس محمد ترى والله والله انه اللي سواه الى الان مو عشان اخوي ومدح واوري العالم اني قاعد امدح لا والله هذه تدرس تدرس الأمرين الأمر الأول جمع بين شو يدرس دقيقة أنا بقول لك جمع بين الطموح إنه وصل مرحلة ذي ترى شوف الواحد لما يفتقد والله جدي يا مهند أنا الواحد ما عجب إنك تمدح الحال لا والله الواحد لو يفتقد حتى أنا عانيت لا شوف أنا عانيت شوف مهند يمكن أنت عارف في قصص متشابهة بيني وبينك كثيرة وأنت عارف شيء ذا صح وجدا جدا في شبه كبير بيني وبين قصتك يمكن أغلب في فهد شيء مشترك بيننا بس انت عارف القصه اللي بيني وبينك قد ايش مشتركه علينا بس خلي انا اتكلم عن ابو حسن بالله لا تمدح انا اغار والله ما امدح اقسم بما احل القسم ترى هذه والله دورات احنا ندرب فيها ترى اني لحالي في حياتي عجزت ايه لكن دورات الله معطيني اخوان الحمد لله جعلني والله مبكيهم صدق يشيلون معك من يشيل هذه يعني لا دقرت الامور جاو قلبها كذا قلبها ايه نهارها دفها دفها ايه اصقعها منا ومنا ومنا وحتى امي جعلني مبكيها والله ان امي تدفنا دف الله يطول دف الدنيا ولاحظ حتى الكهرب من هنا والعلف من هنا والدنيا من هنا شوف الام اللي مين متعلمه شوف عيالها ما هي متعلم وشوف عيالها كيف ما شاء الله ما هي متعلم ترى الى يمكن الى متوسطه فكري ايش الشخص انا اتكلم كمعاناه انا عانيت